انا عرفت اساسيات الكروشيه اصلا، يعني بدات احبه كده من وانا في ابتدائي. كنت بعمل حاجات بسيطه قوي وحاجات تطريز وكده. بعد كده وقفت اعدادي، بدات برضو كان نشاط الاقتصاد المنزلي وكده، عايزيني لا اعمل لهم تابلوهات تطريز. الميس كان بتطلب كده. بس وقفت برضو، جيت ثالثه ثانوي وقفت لي كل ده. من ثالثه جامعه ابتديت اللي هو انا بقى ابدا اشتغل شويه شويه. لا جبت كل ده في سنه ثالثه، جبت حاجات وابتديت اوريدي ان انا ابيع، بس كان من غير جروب ولا اي حاجه. سنه رابعه خلصتها، رابعه جامعه، انا خريجه 2020، خلصتها وابتديت اوريدي عملت الجروب. كان في كورونا، قريب ده. كان من بدايه كورونا وكده، فالقعده كانت ممله جدا. فاللي هو لا طب انا بشتغل اوريدي حاجات هاند ميد. فاللي هو بقى بدات عملت الجروب فيسبوك وبيج انستجرام، اختي وكده بتساعدني. بس شويه طلب كتير عليا، الشغل كان ضغط شغل جامد قوي في رمضان، اللي هو مثلا اعمل بالشنطتين والثلاثه في اليوم دي، او الباك، او وفي كاربت بقى المشايات على حسب المقاس اللي بيتطلب. بس كان ده ضغط شغل جامد في رمضان عشان الناس عايزه تسلم على العيد. وقفت تاني كان بسبب امتحانات، ولسه راجعه تقريبا الشهر اللي فات، بس بحاجات جديده اللي هي التطريز بقى على الكاب وصواني الخطوبه. شبكه. ودي علب مناديل. دي علب مناديل، وده مفرش سرير لسه بيكمل. بس كده. واوريدي دلوقتي بتعلم التفصيل، يعني كنت عامله تايم بتاع البحر. تمام. ده بتعلم حاجات بسيطه وكله تعليم من اليوتيوب. انت ليه طيب ما اتجهتيش للكورسات، ان انت تاخدي كورس بحيث انت يبقى الموضوع بالنسبه لك بروفيشنال اكتر؟ لا ما حبيتش، يعني انا بحب ان انا اعلم نفسي بنفسي احسن. يعني انا مجرد ما افتح، يعني انا عايزه اعمل حاجه، انا افتح فيديو يوتيوب انا بعرف هي بتتعمل ازاي، مرة على التانية انا خلاص حفظت الحاجة دي بتتعمل ازاي. يعني انا بقيت انا اعمل الباترون بتاعي، وانا اللي اشتغله من دماغي. والحاجات بتبقى فكرتك ولا بتبقى فكرة مثلا انت شايفاها؟ حاجات كده وحاجات كده. بس يعني الكوسترز لا، هم بيعملوها بشكل تاني، انا بحب اعملها كده. علبة المناديل برضو نفس النظام، ليها اشكال، بس برضو بحب الحاجات السيمبل قوي، ما بحبش ان انا ادخل غرز كتير مع بعض، الوانات كتير لا. يعني بعتمد اكتر الالوان الهادية والغرز البسيطه. طب انت شايفه اليوتيوب او الفيديوهات عامه اللي هي بتعلم حد، ده طريق سهل ان الواحد لو عايز يبتدي يمشي في الطريق ده، ولا مثلا يستنى ياخد كورس، او يستنى لو مثلا الماديات مش متظبطه معاه يبقى معاه فلوس ينزل يعمل؟ بص، هي ليها حاجتين. اليوتيوب ده حاجه يعني طبعا مهمه، عايز يعرف حاجه يتعلمها على طول، هي فيها فيديوز كتير قوي غير المواقع، بس اليوتيوب كان اكتر حاجه كانت بالنسبه لي، او بالنسبه لاي حد عايز تعلمي اي حاجه خش عليها وهاتي الفيديوهات. سواء بقى في ماديات متوفره او مش متوفره، انت بتعرفي الاول انت عايز تعملي ايه، بعد كده لا انا هنزل بقى اتوسع اكتر في كورسات يعني. بس اليوتيوب لا، هو كبدايه في الحالتين. ما هي النقطه بقى هنا، ان في ناس اللي عايز يتعلم بيتعلم. هو الهاند ميد انت مش لسه هتتعلميه، هو اوريدي هي بتبقى حاجه عندك، هي حاجه انت حاساها، سواء الالوان، موهبه، الشكل. هي عمرها ما كانت على فكره شغلانه ان انت تتعلميها. لا، هي حاجة كده عندك موهبة، لا انت تحبي ان انت تقعدي تعملي، تركبي اللون ده مع اللون ده، تنظمي الحاجة كده. لكن انت تقولي لي لا الهاند ميد شغلانة لسه ممكن نعلمها لحد عشان يشتغل فيها، عمرها ما تبقى كده، الا لو بقى انت مدياله خط يمشي عليه، لو هحط لي اللون ده مع اللون ده. طب انتي خدتي امتى قرار ان انتي خلاص انا هبيع بقى؟ في كورونا. لو خلاص بقى انا زهقت، اللي هو انا قاعده اوريدي انا ما بعملش حاجه، الدراسه واقفه، الامتحانات متاجله، انا لا عارفه انا هتخرج امتى ولا هعمل اي حاجه. فلا طب انا عندي شغلانه اوريدي ماسكاها في ايديا، بس انا مش مستغليها. طب خلاص انا الموهبه دي حولتها لشغلتي. الجروب يعني شويه بشويه اشتغل، ناس مش عندي على الجروب بس من بره لا بتطلب حاجات. وكان بتطلب حاجات انا مش عارضها، انت تعرفي تعملي كذا؟ بعرف. طب انا عايزه. اللي بياخد بيوري لغيره، بيوري لغيره، بقى في كذا اوردر يطلب مني في نفس الوقت. بس هي الفكره اللي هو ايه، انا مثلا اكيد قبل ما تبتدي تبيعي انت قعدت تجربي مره واثنين وثلاثه، يبقى عندك تخوف ان انا لو اديت مثلا لواحده شنطه،
طب هي ممكن ما مثلا تقفلها مش حلو. ممكن تقولي لا، طب انت بقى يعني تجاوزتي الموضوع ده ازاي؟ انا من ثالثه، كنت سنه ثالثه جامعه اللي هي 2019 تقريبا، كنت بقعد اجرب في حاجات بسيطه. انا كان يهمني قوي ان انا اقفل حاجات ان هي مش باينه ان هي متقفله، ده كانت اهم حاجه عندي. التقفيل اهم من ان انا اطلع الحاجه شكلها حلو او وحش في الالوان. بس قعدت اجرب مع نفسي وكده، لا خلاص كل اللي بياخد حاجه تقفيلك نظيف جدا. ده قبل ما تتوسعي في البيع ولا مثلا حد صحابك قرايبك؟ لا قبل ما اتوسع. اللي هو كان بيني وبين صحابي او قرايبي او كده بياخد حاجه، لا انت تقفيلك نظيف. بس فمن ساعه بقى ما بدات، لا انا بركز جدا في التقفيل بعد ما اخلص اي حاجه. لو في حاجه بايظه مني، لا انا بفكه وبعيد من اول وجديد. يعني الشنطه دي مثلا اول مره اجربها، لا هي بتتعمل على كذا قطعه. تمام، لا انا قطعه منهم مش مظبوطه، بفكها كلها عشان اعيدها من اول وجديد وتطلع مظبوط، تطلع معاكي بالشكل يرضيك انت بالظبط. يعني يرضيني قبل ما يرضي اللي انا هديها له طبعا. لو لا انا مش هسلم لحد ما تتعدل، لحد ما انا هفكها وافك البطانه اوريدي تاني والتقفيل، هفك ده كله واعيد من اول وجديد. كلميني بقى عن اول اوردر جالك. اول اوردر جالي كان مفرش وردات كده، وحدات عملته اول مره، هو حطاه هنا، كان ده مترياله يعني ضعيفه قوي. بس وريت اللي هو مجرد شكل، طب لا احنا عايزين زيه بس الوان. فابتديت ده بقى من ساعتها، لا طب انا عايزه على احجام، لا انا عايزه اللي هي وحده الورده بس. دي حاجات تانيه صح ولا بتعيدي بقى من الاول؟ نفس المفرش، كان من نفس المفرش، كان عايزين منه كتير، كانه طقم يعني بالظبط. ايه واحده من اخذت منه طقم التسريحه اللي هي الكومود بقى والحاجات دي. بس هي المفارش في الاول اشتغلت معايا كتير. بعد كده لما عملت الشنط، لا ابتدوا طلب 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 كتير على الشنط. بس الكبات لسه يعني لسه بدأها قريب. تطريز الكبات، تطريز على الكبات ده لسه بدأها قريب، بس طلب منه كذا اوردر يعني لحد دلوقتي 3 أو 4 تقريبا طالبين منه. بس صينية الشبكة اتطلبت طبعا. لا هي جميلة يعني، هي طلبت. ومفرش السرير ده بقى اللي مستنيين المفاجاه بتاعته ان شاء الله. ان شاء الله، ومطلوب واحد تاني بعديه، بس هو عشان بياخد وقت فانا ما طبعا يعني مطول معايا شويه. طب انت الماتيريال بتاعتك بتجيبيها منين؟ وانت اللي اصلا اللي عرفتي الاماكن ساعتها عشان تعرفي ولا حد كان بيساعدك؟ اليوتيوب برضو. يعني ابتديت ادخل اعرف يعني بتجيبوا خامات الحاجات الهاند ميد منين، بس الاماكن اللي هي فيها الخامات كويسه. يعني في الاول ماما كانت تنزل معايا عشان توريني المكان فين وكده، عشان ما بعرفش خالص ان انا انزل. فهي نزلت معايا اول مره وخلاص المكان اهو، هي بس عرفتني المكان. انا ابتديت لا اروح هنا واروح هنا، عرفت بقى عرفت كذا محل كذا مكان، واجيب الخامات النظيفه عشان انا اهم حاجه يعني الخامه لو ضعيفه الحاجه بتطلع وحشه جدا. اللي عايز خامه ضعيفه هو حر براحتكم، لكن انا لا شغلي بحب الخامات اللي هي كويسه ونظيفه عشان الحاجه تطلع حلو. بس طب المشروع في اوله كلفك كام مثلا؟ مثلا دخلت على 400 او 500 جنيه مساعد بابا وماما طبعا. عشان الحاجات البسيطه اللي في الاول اعملها. طبعا يعني انا كل ما ابيع حاجه هي بتجيب لي ضعف اللي انا حطيته. فالفلوس اللي انا كنت اللي هي ببيع بيها انا مصرفهاش، مش باخدها لنفسي، بشيلها عشان بالظبط عشان الخامات الجديده لو حد طلب بجيب بيها. وكمان مش عائق ان احنا مثلا نبدا بماتيريال ضعيفه رخيصه لا نتعلم فيها؟ لا خالص، انا ابتديت بماتيريال يعني منعدمه خالص، بس اتعلمت فيها وطلعت الحاجه كانت شكلها حلو. بس ما حبيتش ان انا ابيعها، ركنتها. بس شويه بشويه لا انا جبت الخامه النظيفه بقى والحاجه طلعت احسن بكتير من اللي انا جربت فيها. مش عائق خالص يعني، انا عشان اتعلم 7 جنيه أو 10 جنيه خلاص. عشان تتعلمي؟ عشان اتعلمي ابره وبكره خيط. تعملي بقى في حته التسويق؟ التسويق انا ضعيفه شويه في حوار التسويق، ف يعني بلجأ لاختي. هي بتساعدني شويه. بس هي ساعدتني ان انا اسوق، مثلا تقول لي لا ابعتي دول انفايت، قولي لاصحابك. طب ليه بقى ما جربتيش تنزلي مثلا المحلات اللي بتهتم بشغل الهاند ميد وبتعملي معاهم بيزنس وكده؟ كنت ناويه ان انا ابدا وانزل واشوف كذا محل وكده، بس جت الامتحانات خلاص بقى وقفت كل حاجه. من قريب الشهر اللي فات، من شهر شهر ونص، لا انا رجعت اللي هو
لا كملي، لا ابدأي، ببدأ بحاجات اللي هو ابتديت بسيط بسيط، بعد كده لا انا عايزة اجرب بقى حاجات جديدة. فاللي هو لا بدأت ادخل على حاجات الجديدة اللي هي الخشب والتطريز لان ده برضو بدأ من قريب. يعني ده ما بقالوش اسبوعين عاملاه، ونفس نظام الكاب والخامات برضو. ده خشب يعني؟ ده خشب خشب شجر، جزع شجر. وانت برضو نزلتي وجبتيه؟ يعني جبته الصنفرة والمعالجة انا بعملها، وبعد كده اعمل البلد زي اللي انا عايزة. طب ايه بقى خطتك اللي جاية؟ يعني في حاجات بقى ناوية برضو تخشي فيها وتتوسع، يعني توسعي شغلك عن طريقها؟ يعني ناوية بقى ان انا ادخل في الديكور بتاع الخطوبات، عشان بعشق حاجة اسمها ورد. فبقى اللي هي الكوشات والحاجات دي ناوية ان انا اعرفها اكتر. التفصيل بتعلمه واحدة واحدة، يعني انا قدامي حاجتين بلس شغلي الاساسي بقى اللي انا يعني لسه بدخل فيه، الجرافيك، المونتاج، التصوير. ده دراستك؟ ده طبعا دراستي. بس انا شايفه ان انت ده بالنسبه لك انت حابه الموضوع اكتر يعني. يعني هو الهاند ميد بالنسبه لي حياه تانية، يعني اللي هو حتى لما انا بعدت انا متضايقه ان انا بعيد. اللي هو الالوان وكده لا انا وحشتني، انا الالوان بالنسبه لي حياه، يعني لو انا عايشه بالالوان اصلا. بس لو انا رجعت تاني لا انا عايزه اعمل ده وده وده، انا دماغي بقت مصحومه بكتر الحاجات اللي انا عايزه اعملها وما لهاش وقت.